السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ معكم نعمان زريوح في فيديو جديد، فيديو صادم. سأبدأ الفيديو بسؤال: ألا تشعرين أختي العزيزة بالاشمئزاز عندما يقترب منك النرجسي؟ ألا توجد هناك طاقة شريرة تحسين بها؟ الجواب هو نعم. في هذا الفيديو ستعرفين لماذا. حدسك، إحساسك لا يخطئ. هذا الإنسان بين قوسين هو كالآلة، كائن بدون مشاعر، شرير، يصنف بالنسبة لي شخصيا في خانة المجرمين. وفي آخر هذا الفيديو سوف أفجر قنبلة وسوف أؤكد هذه النظرية أنه مجرم. سأعطيكم حصريا في هذا المحتوى 5 صفات شيطانية للنرجسي تجعل منه أقرب للشيطان من الإنسان. وأخيرا سأجيب على سؤال لطالما طرح علي: نعمان، لماذا تتحامل على النرجسي المنحرف بهذه الطريقة؟ ماذا فعل لك؟ هذا الفيديو سيكون جوابا لهذا السؤال، وسوف يعطي الكثير من الأسرار. سوف يعري حقيقة النرجسي، وسوف يظهره على صورة الشيطان التي يحاول أن يتخفى وراءها، بأن يظهر كالحمل الوديع، بأن يلبس الأقنعة الزائفة التي بطبيعة الحال نحن الآن بدأنا نتعرف عليها، وسوف يظهر على حقيقته. فيديو مرتقب سوف يصدم الكثيرين، لذلك قبل البدء كالعادة لمن لم يشترك بعد أطلب منكم الاشتراك وتفعيل الجرس، فمرحبا بكم في هذا المحتوى الخطير. أول صفة شيطانية في النرجسي هي أنه متقلب المزاج، ولكن بشكل متعمد. نعم، من الطبيعي جدا أن يتقلب مزاجنا على حسب الوضعية، ظروف العمل، ظروف الحياة بصفة عامة، وقد ننتقل من الفرح إلى الحزن أو العكس. هذا طبيعي، هذا أمر إنساني وبشري. ولكن ماذا يحدث عند النرجسي؟ النرجسي قد يبدو لك في لحظة كإنسان ظريف في حالة هدوء، وفجأة وبدون سبب واضح يتحول لوحش كاسر. قد تلاحظين عينين محمرتين، الملامح تتغير، حتى أنه يبدو شخصا آخر. هنا تبدو حقيقته الشيطانية، ملامحه تبدو شيطانية ليست آدمية. بإمكانك ملاحظة هذا. لماذا يفعل هذا؟ يفعل هذا إذا قمت بشيء لا يعجبه، فعلت شيئا ليس على هواه، أو ببساطة إذا رآك في حالة فرح وسرور، هنا يجن جنونه ويحاول أن يقلب الحالة، أي الحالة الهدوء التي كنت عليها، نكدا وحربا وصراعا. هنا أنت دائما في حالة توتر، ببساطة لأنك تحسين بالذنب، بأنك المسؤول عن هذه الحالة التي يوجد عليها، التي يتحول إليها فجأة. ولكن لا أختي العزيزة، تقلب المزاج هذا هو أمر متعمد يفعله عمدا هذا الشيطان. ثاني صفة شيطانية في النرجسي
هي أنه يغير الحقائق باستمرار. النرجسي عندما يكون في حوار معك ولكن لا يلم بالموضوع، لا يتقنه، أو أن ذلك الموضوع ليس في مصلحته، فهو فجأة وبقدرة قادر ينتقل للحديث عن موضوع آخر مغاير تماما. لذلك فبعد مدة قصيرة من الحوار تجدين نفسك تتحدثين عن الجار أو الجارة أو عن مقابلة في كرة القدم ليس لها أي علاقة بموضوع المحوري الذي بدأ به الحوار. هذه طريقة لإدخالك في الضبابية ولإفقادك التحكم في الحوار. أيضا النرجسي عندما تواجهينه بأنه غير مسؤول، بأنه يتجنب المسؤوليات مثلا كالإنفاق على الأسرة أو تربية الأطفال أي مساعدتهم في الواجبات مثلا، فهو دائما يتهرب، يبرر هذا بجميع الطرق بأنه مشغول، بأنه يبذل قصارى جهده خارج اليوم في العمل، وبأن هذه مسؤوليتك أنت. هو دائما يحملك أنت المسؤولية، لا يمكن أبدا أن يعترف بخطأه. هنا أريد أن أنبه إلى موضوع مهم ألا وهو المال. المال فهو يستعمله كسلطة للتحكم، هو وسيلة، هو سلاح. كيف ذلك؟ المال بالنسبة للنرجسي فهو أمر مقدس، هو يستعمله ليلمع صورته أمام الآخرين. قد يساعد الجيران، العائلة، لكي يلمع صورته، ولكن في منزله، في عقر داره، فهناك دائما احتياجات غير ملبات من طرف النرجسي. قد يضحي بمستقبل أطفاله، بدراستهم، بأن ينقص من الإنفاق على الواجبات اليومية للأسرة لكي يشتري سيارة فارهة، لكي يظهر أمام المجتمع بتلك العظمة، بذلك الرونق، ولو على حساب عائلته. وهنا يظهر التناقض في أقوال النرجسي وأفعاله. هو دائما يبحث عن تلميع صورته، ودائما ما يقلب الحقائق، دائما ما يجعلك كالحمقاء، كأنك لا تعين ما تقولين. مثلا قد يضع شيئا على المكتب أو على الطاولة وينكر ذلك أمامك. هذا يجعلك تشعرين بأنك تفقدين عقلك، وهذا ما يبحث عنه هذا الشيطان. يريد أن يفعل بك ما يشاء عن طريق زعزعة استقرارك النفسي وسلامتك العقلية. لذلك حذاري من هذا الأسلوب ألا وهو أسلوب الضبابية، قلب الحقائق والوقائع الذي ينهجه هذا الكائن المضر. ثالثا النرجسي فهو أكبر منافق. نعم، هو دائما ما يطلب منك أن يكون المنزل في أحسن حال، مرتبا ونظيفا، ولكن فهو دائما يجلس يلاحظ أتفه التفاصيل لكي يلومك، ولا يساهم بأي شيء، بل بالعكس من ذلك تماما، هو يحاول بجميع الطرق أن يوسخ المنزل. إذا كان مرتبا فهو عمدا يقوم بتغيير، مثلا تغيير أماكن الأشياء، لكي يلومك بعد ذلك بأنك مهملة، بأنك متسخة، بأنك قذرة وغير مسؤولة. فإذا رآك مثلا تشاهدين التلفاز أو أخذت هاتفك المحمول، فهو يحملك الذنب
بأنك تهملين أسرتك وتشاهدين التلفاز، بأنك غير مسؤولة. أيضا يطلب منك أن تقومي بمساعدة الأطفال في تحضير واجباتهم المنزلية بأن يكونوا أنيقين إلى آخره، ولكن هو مهمل تماما من هذه الناحية، لا يساهم بأي شيء في تربية الأطفال، بل على العكس من ذلك تماما، هو دائما ما يحاول أن يكسب حبهم بين قوسين عن طريق أكلات غير صحية، حلوى إلى آخره، وعن طريق تدليلهم، وهذا خطير جدا لأنه يساهم في انحراف شخصيتهم وبعدم تحمل المسؤولية عندما ينضجون. النرجسي هو إنسان يقول ما لا يفعل، هو إنسان مراوغ يستعمل هذه الطريقة، هذه التقنية فقط لكي يجعلك مذنبة. رابعا، على عكس الأشخاص الأسوياء، النرجسي المنحرف لا يحس بالذنب أبدا مهما فعل، روحه فارغة، ليست لديه مشاعر، قد يقوم بأقذر الأفعال والتصرفات ولكن ضميره لا يتحرك، ضميره قد مات منذ أمد بعيد. قد يصل الأمر إلى إهانتك، إلى ضربك، إلى تشويه سمعتك، إلى السرقة، إلى الخيانة، إلى آخره، ولكن ثقي بي، مهما بكيت أمامه ولو رآك على فراش المرض، على فراش الموت، لن يتزعزع كيانه، لا يحس بالتعاطف، لا يحس بالندم، بالذنب. فتصوروا مدى بشاعة روحه، إنه آلة تتحرك، ثقوا بي. لا يوجد هناك مشاعر أحاسيس وراء هذا القناع الذي يمثله علينا دائما. إنسان شرير، شيطان، قذر، خبيث، كيف تريدوننا أن نتعاطف معه؟ لا تتعاطفوا مع النرجسي لأنه لا يتعاطف. إذا تعاطفتم معه فهذا يعني أنه قد مسككم بنقطة ضعفكم وسوف يحطمكم عن طريق تلك النقطة، أي التعاطف. لا تعاطف مع النرجسي. خامس علامة شيطانية في النرجسي هي أنه ينتقد دائما وأبدا. هو يرى نفسه المحترف العبقري الذي يتقن أي شيء، هو كامل والعياذ بالله، هكذا يرى نفسه، هو دائما في الدرجة الأولى، الآخرون دائما في الدرجة الثانية. مهما كان إلمامك بالموضوع فهو دائما يفهم أكثر منك، وإذا تجرأت وانتقدتيه أو أظهرت خطأ ولو كان بسيطا في كلامه فأنت قد تحولت إلى عدو. كيف تتجرئين وتواجهين هذا العبقري، هذا اللامع؟ النرجسي لا يعترف بأنه كالآخرين، بأنه يخطئ، بأن معلوماته محدودة. الحقيقة هي أنه أغبى من ذلك بكثير، هو فارغ، هو لا يقوم بأي مجهود لكي يتقن أو لكي يحسن من مهاراته، لأنه لا يرى أنه يحتاج لذلك، وهذا يجعل منه، إذا تناقشتم معه، يجعل منه إنسانا متخلفا في جميع النواحي. هو فاشل، عاجز، هو يعلم هذا جيدا، لذلك فهو يغطي هذا الضعف، هذا النقص، يغطيه بذلك الكبرياء، بتلك العظمة الزائفة، وذلك الأنا المتضخم. إذن ولو رأيتم النرجسي يحاول أن يظهر آراءه
أن يناقش علماء الدين، علماء الفيزياء، علماء الرياضيات، علماء الصحة، علماء السياسة، فهو إنسان فاشل. إذا تعمقتم معه في الحديث فسترون أنه أغبى أغبياء الأرض. الآن أصل إلى النقطة المحورية في هذا الفيديو، خلاصة كل ما قيل سابقا، نقطة سوف تصدم الكثيرين. سأجيب عن السؤال: هل النرجسي يقتل؟ هل بإمكانه أن يقترف جريمة القتل في حق ضحاياه؟ الجواب هو بكل تأكيد نعم وألف نعم. هذا الشيطان ولو لم يقتل ضحيته جسديا، فثقوا بي، هو يقتلها ببطء. قتل ثقتها بنفسها، قتل شخصيتها، قتل جمالها، قتل شبابها، قتل روحها، قتل كل ما هو جميل فيها، قتل مستقبلها، قضى على حياتها وهي بالروح. وهذا هو أشد قسوة من القتل الجسدي، أن تموت شيئا فشيئا ببطء، أن تتذوق مرارة الموت كل يوم، ثقوا بي، هو أشد قسوة من الموت مباشرة. النرجسي مجرم، وفعلا قد يقتل جسديا عندما يصل إلى درجة الغضب النرجسي الذي يحوله إلى وحش كاسر، لأنه منفعل لا يتحكم بتصرفاته، قد يقتل. ولكن القتل الحقيقي هو ذلك القتل البطيء الذي ويا للأسف قد يجعل الضحية تنتحر، تقتل نفسها بنفسها. إنها الجريمة الكاملة التي لا يوجد فيها متهم، لا توجد هناك دلائل. النرجسي يقتل هذه الضحية لأنها تنتحر، وينتقل لضحية أخرى ليبدأ معها دورة الاستغلال من جديد، ولكي يحطمها، وأيضا لكي يقتلها في النهاية. النرجسي قاتل محترف، قد لا يقتل مباشرة، ولكن ثقوا بي، هو يقتلك يوما بعد يوم. كل ثانية برفقة هذا الشيطان هو الموت بعينه. فبحول الله ورعايته وصلنا لنهاية هذا الفيديو الصادم. الآن أنتم تعلمون لماذا أنا أتحدث كثيرا عن هذه الشخصية السامة، هذه الشخصية الخطرة، هذا العدو، عدو الإنسانية، عدو البشرية، هذه الآلة المتحركة التي هدفها الوحيد هو تدمير كل شيء. إذا أعجبكم الفيديو المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة وليصل لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين. في الوصف سأترك لكم روابط لفيديوهات أخرى في القناة لتشاهدوها، ورابطا لتتواصلوا معي. موعدنا بحول الله ورعايته يتجدد في الفيديو القادم، وكونوا سعداء.